الاسم ديالي الاعرابي محمد رضا، مغربي، كنعمل الماراثون. بالنسبه ليا انني نمثل المغرب البلد ديالي في المحافل الدوليه في بطوله العالم القادمه في بودابست هو شرف كبير. بالنسبه ليا انني نجري بهذا الحذاء اللي هو ميتا سبيد سكاي كان واحد الانعكاس ديالو على الاداء ديالي جيد جدا، وصراحه حسيت بالفرق في النتائج ديالي ابتداء من السباق الاول اللي كان في طوكيو في الالعاب الاولمبيه، حيث حققت مرتبه اللي هي جد مهمه، مرتبه 11، ومن بعد حققت رقم شخصي في الماراثون وفي نصف الماراثون بواحد الدقائق اللي ماشي بالسهل انك تحطمهم. I cannot wait to compete in Budapest.